تيك توك ليس للفيديوهات الطريفة فقط، ولا حتى للفيديوهات التعليمية أو الأخبارية أيضاً، بل يشمل فيديوهات دعائية تؤيد الحرب الروسية. هذا ليس ما نقوله نحن، بل هي وجهة نظر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يدفعون اليوم لفتح تحقيق مع التطبيق الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية. فسأل أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك عن التقارير التي تفيد بأن الموقع سمح لوسائل الإعلام الحكومية الروسية بإغراق المنصة بالدعاية المؤيدة للحرب، وأنهم قلقون للغاية من أن تيك توك تمكنت من نشر دعاية مؤيدة للحرب للجمهور الروسي. أما تيك توك فلم ترد بالتفصيل، واكتفت بالتصريح في بيان لرويترز بأن الشركة تتطلع لمواصلة التواصل مع الأعضاء بشأن هذه القضايا والإجابة عن أسئلتهم. هذه القصة شغلت العديد من رواد السوشيال ميديا الذين علقوا على الأمر، وأغلبهم انتقدوا السياسات الأمريكية مثل وجد الذي غرد: لو فرضنا أن تيك توك روج لصالح روسيا، فإنستغرام وفيسبوك وتويتر وسناب شات منعوا الروس من التعبير عن رأيهم بحرية على منصاتهم، والإعلام الغربي ما أخذ إلا صف أوكرانيا، يبقى من حق كل واحد يشوف مصلحته. أما نادر فقال في هذه التغريدة: إذا كان تيك توك علق خدماته بروسيا، يبقى إزاي ساعد روسيا بعمل محتوى يدعم الحرب؟ تعليق آخر من منصور يقول فيه: حلاوتهم الاثنين وهم بيتهموا بعض، مع أنه الاثنين بيعملوا نفس الشيء، غسيل مخ من الصين لأمريكا، يا قلبي لا تحزن. أخيرا تغريدة لأحمد يقول فيها: يعجبني في الأمريكان عندما يحكوا عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، والغريب أنهم من أكبر الدول المنحازة هم والغرب. للتوسع في الحديث معنا من بيروت الخبير في التسويق والسوشيال ميديا فؤاد بدار. أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد. بداية، يعني هل يقوم تطبيق تيك توك بالسماح بتقديم محتوى يدعم وجهة النظر الروسية في الحرب على أوكرانيا برأيك؟ مساء الخير. هلا بطبيعة الحال هو تيك توك كمنصة في حسابات كتير موجودة. نحن هون تحديدا عم نحكي عن الحسابات الوسائل الإعلام الروسية يلي تم منعها، كيف ما كنا عم نحكي على التويتس يلي قطعوا من شوي، يلي تم منعهم او الى اخذ اجراءات بحقهم من قبل انستغرام وفيسبوك. فبطبيعه الحال كان تيك توك مثل الملاذ لالهم حتى يقدروا يعملوا دعايات او يقدروا يوصلوا الكونتنت او المحتوى تاعهم يلي بيتعلق بالحرب الروسيه الاوكرانيه. وهون مثل ما قلتي حضرتك، يعني نواب جمهوريين بمجلس الشيوخ تواصلوا مع الرئيس التنفيذي او السي او لشركه تيك توك حتى يستفسروا أكثر عن الموضوع ويعملوا تحقيق. وهون لابد من الإشارة كمان، مثل ما قلتي، مثل ما يعني تفضلتي وقلتي، أنه تيك توك ما نفت وبالمقابل ما أكدت هذا الشيء، قالت نحن حنتواصل مع الجهة اللي تواصلت معنا حتى نجاوبهم على أسئلتهم. يعني هي ما نفت هذا الشيء. وما فينا ننسى أكيد بطبيعة الحال تيك توك هو شركة موجودة هيدكوارترد بكين بالصين. يعني نحن هون كمان عم نحكي أمور سياسية، عم نحكي الصين وروسيا، يعني ما عم نحكي في خلافات دول بين بعضهم. بالعكس، هون بعتقد هو كان المنصة الأحسن ليقدروا يروحوا عليها كوسائل إعلام روسية. فأنا بقول نعم، كان في اكونتس ونحن قدرنا نشوف بالتقارير، قدرنا نشوف من خلال المتابعه هذا المحتوى على تيك توك، وبتحديدا قالوا يعني وسائل الاعلام الروسيه يعني صار في اغراق لتيك توك بالمحتوى بين هلالين فريان أول محايد. وهذا المحتوى الذي يتكلمون عنه، كيف هي اشكاله وما هي تفاصيل الاتهامات التي يوجهها بعض اعضاء الكونغرس ضد تيك توك؟
طبعا هلا نحن لما نقول لما بدنا نحكي عن كونتنت عم بأيد بيكون بشكل غير مباشر او بطريقه مبطنه، اذا فينا نقول في يكون بواحد من الاشكال يلي فيها تكون هي التركيز على الجانب الانساني. يعني كثير بنعرف نحن انه الجانب الانساني بيقدر كثير يستعطف اشخاص، هيدا واحد. اثنين، باثاره مشاعر خلينا نقول شوي يعني مشاعر كراهية تجاه أوكرانيا، وهذا شيء طبيعي، نحن بحرب منا بأوقات طبيعية. وحتى واحد من الأشكال اللي كنت عم شوفها بأحدى التقارير هي الطريقة الكوميدية، اوكي، يعني كان في كثير كمان محتوى كوميدي كان عم بيساعد انه يقدر يوصل هذا المحتوى يلي بطريقة معينة هو بيوصل بيحكي عن الحرب. فما ضروري يكون هو المحتوى مباشر عم يحكي عن حرب، لا بالعكس. هلا باختصار حكيت لك عن ثلاث انواع محتوى كانوا عم بيكونوا على تيك توك خلال الفتره السابقه من وقت انطلاق الحرب لهلا. وكمان اذا فينا نقول يعني هن عم كمان بالاداره الامريكيه او ضمن الاسس يلي حكوا عنها مجلس الشيوخ انه المحتوى عم بيكون غير صحيح، مش بس انه عم بيكون في محتوى عم بيحكي عن الحرب، يعني عم بيكون محتوى غير صحيح، وعم بيكون بأوقات بفترة من الفترات كل بصير في مثل كذا كثير اكاونتس بيحكوا at the same time بنفس الوقت عن نفس المحتوى. طيب عن نفس التوبيك. نحن نتحدث هنا عن حرب عالمية، كيف ممكن تأثر وسائل التواصل الاجتماعي على قضايا الرأي العام وتحديدا يعني بأحداث دولية مثل الحرب الروسية صحيح. الأوكرانية؟ صحيح، نحن خلينا نكون يعني متفقين انه السوشيال ميديا او منصات وسائل التواصل الاجتماعي هي بارت من حيلا حدث ممكن بده يكون عم بصير بالعالم. فكيف اذا عم نحكي عن حرب يلي هي محل استقطاب جميع الدول والاشخاص حول العالم؟ كلنا بنعرف من اول ما بلشت السوشيال ميديا عندها تاثير كثير كبير على الشعوب، وكمان يعني نحن بنعرف دائما في فئه متردده اللي هي ما بتكون مؤيده لفئه معينه. فكل هول الاشخاص الدول هدفهم يعملوا تاثير على هدول الاشخاص. يعني اذا هول المترددين قدرنا نجيبهم يكونوا عم بايدونا نحن، يايدوا صفنا، هذا بكون نحن عملنا قدرنا نصيب هدف كثير رئيسي. واذا اشخاص ضدنا قدرنا نفرجيهم انه نحن على حق، قدرنا نفرجيهم انه الشخص او الدوله المعاديه لنا هي عم ترتكب يعني خلينا نقول حتى قصص خارج الحرب عم بتاثر علينا، المشاعر الانسانيه، كل هول هن محتوى ليجيبوا ليستعطفوا العالم الموجوده عندهم ببلدهم او خارج او بالبلدان المحيطه او حتى حول العالم. هل يمكن القول أننا الآن بطنا نتحدث عن أجندات سياسية وتصفيات حسابات سياسية على تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي؟ باختصار لو سمحت. 100% أنا بأيد هذا الشيء 100%. It's part of any يعني event عالمي عم بصير. الحرب هو event كتير كبير، السوشيال ميديا هو part كتير أساسي أو من أول الأولويات يلي بتاخدها الدول بعين الاعتبار طبعا. نعم، شكرا لك، كنت معنا من بيروت الخبير في التسويق الإلكتروني والسوشيال ميديا فؤاد بدارو.